من يحسم هذا اللقاء الصعب؟ يعدل النتيجة 1-1. تسجيل من أجل البقاء في المباراة. كرة طويلة للأمام، تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة. ماركوس يورينتي يعدي إلى هذه خطيرة، هذه خطيرة، والكرة في الشباك. الله ما أروع. ألابا عمل كل شيء. كرة جول، استعادة، محاولة تسديد أخرى، يلعب كرة جول. الآن روديغر يبعد الكرة ويسدد، كانت قريبة جدا لكن خارج المرمى بجوار القائم الأيمن. كان أيضا عليهم بذل مزيد من المجهودات. بعد 120 دقيقة لم تحسم الأمور. الآن سنتجه لعلامة الجزاء لمعرفة من يحسم هذا اللقاء الصعب. أول ركلة سينفذها ميسي. الآن 1-0. هذه فرصة للعب دور البطولة. ميسي يحاول الحفاظ على تركيزه الآن من أجل التسديد. تسديدة مميزة هنا. يعدل النتيجة 1-1. ثاني اللاعبين مسددين. تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزاء مذهلة. يتقدم اللاعب الثاني في الترتيب. ينقذها الحارس. يا سلام، الله على هذا التألق. عندما نقول حارس كألف ينجح في صد الركلة. تسديدة في على الزاوية اليسرى. جول، وتقدم بهدفين الآن. بعد التأخر بركلتين، إذا ضاعت هذه الركلة ستنتهي المباراة. في الحقيقة عنده شخصية عظيمة. فرصة لتعزيز التقدم. بكل هدوء سددها في وسط المرمى. يتقدم الفريق الآن بفارق هدفين. يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. يجب التسجيل من أجل البقاء في المباراة. هدف، ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزاء مذهلة. الأمر يتوقف عليه الآن من أجل حسم المباراة. كاسياس هو الأمل الأخير لفريقه إذا صد هذه الركلة، وإلا أنت. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. برشلونة عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. لا يوجد مجال للخطأ في هذه الركلة. ركلة أخيرة حددت الفريق الفائز بعد ليلة عصيبة. بعد أداء وتنافس كبير في الملعب تخسر بهذه الطريقة بركلات الترجيح، بالتأكيد أنه أمر صعب جدا تقبله. الأمر سيء دائما للفريق.